الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. مرحبا بكم البنات معنا في فيديو جديد اللي غادي نقترح عليكم اليوم. هاد لي باج اللي كيجيو انيقين وغزالين، فيهم لا كولور بلونش البنات كيف كتشوفوا معايا على هاد الشكل، ولا كولور فيرت اللي كيجي بحال هكا. غنحاولوا تشوفوه عن قرب كيف كيجي البنات. لا باك ديالنا كيف كتشوفوا معايا كيجي على شكل مستطيل اللي كامل سيرتي بحجيرات في البيض بيان سيرتي، فينا هاد الحجيره الكبيره في البيض اللي فيها واحد لابغيونس. يا سلام، كيجي من الجنب البنات على هاد الشكل. لاليونس ديالو كتجي رقيقه كيف كتشوفوا معايا ولكن صحيحه. كيجي لا باك من الداخل على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا. طابع ديال الديوانه كيجي هنا، كيجي خويتم اللي زويون اللي غنحاولوا نشوفوه من الوسط. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. كيف كتشوفوا معايا البنات اللبسه ديالو كتجي على هاد الشكل، كتجي شي حاجه اللي انيقه وغزاله، كتجي رائع في اللبسه ديالو. فوالا كيف كتشوفوا معايا غزال وزوين، ولا كولور البلونش غنحاول نقاد باش تبان لكم كتجي على هاد الشكل. كنتمنى انه يكون واضح بالنسبه لكم ونال الاعجاب ديالكم. صحه وراحه مسبقا، وما تنساوش مجوهرات فاتن دايب حسن عندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذايبي حتى لعندك.